نروح للملف الثاني اللي معانا. مرتضى منصور بيستجير، طبعا بالله، لازم اقول بالله اولا لان لا احد يستجير الا بالله، وباتحاد الكوره عشان يحل مشكله ايقاف القيد. ايه التفاصيل يا عم عبد الناصر؟ التفاصيل مهمه جدا وانفراد مزلزل لينا، انفراد مهم جدا 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 جدا، انفراد من العيار الثقيل. في مكالمة، اسمع معايا وركز، اسمع معايا وركز، اسمع معايا وركز. في مكالمة جمعت ما بين الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وكان في حد شاهد عيان على هذه المكالمة، ونقل لنا ولصديقي العزيز الناقد الرياضي مصطفى حسين خليل ان كان في المكالمة الاستاذ جمال علام بيحاول يهدي الاستاذ مرتضى منصور ويقول له الطبيعي والواجب ان اتحاد الكورة يقف مع الزمالك، وكان الأستاذ مرتضى منصور بيتكلم عن موضوع إيقاف القيد وظهور الخطاب بتاع اللجنة التأديبية يوم الجمعة الماضي اللي أنا انفردت بيه، والخاص بسبورتنج لشبونة والحكم النهائي الصادر لسبورتنج لشبونة. ما هي تفاصيل هذه المكالمة؟ لأن زي ما قلت لكم ما يدار في الغرف المغلقة في نادي الزمالك بالذات غير اللي بتقروف على سوشيال ميديا وبيتم تسريبه للإعلام. أستاذ مصطفى حسين خليل، عدت إليك ثانية يا درش، وهذه المرة ربنا يخليك، هذه المرة أفتح معاك ملف بقى هذا التسريب المهم، تفاصيل أو ما قيل عن مكالمة جرت ما بين الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الورقة الكبيرة اللي وقع فيها الزمالك الخاصة بالخوف من عدم المشاركة إفريقيا بعد وصول جواب الكاف، والخاصة كمان بالرعب من إيقاف القيد أو خصم نقاط أو تصعيد الأمر لهبوط درجة فيما عرف بعقوبات سبورتنج لشبونة في فلوس شيكابالا اللي على الزمالك وصدر بها حكم نهائي. التفاصيل يا درش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده اولا انت قلت جمله كويسه جدا دلوقتي، قلت ما يحدث في نادي الزمالك داخل الغرف المغلقه يختلف تماما عن ما يتم الافصاح عنه في السوشيال ميديا والحديث عنه في السوشيال ميديا. اولا الكلام اللي احنا نقوله ده كان حصل امبارح، لكن طبعا في مستجدات حالا حصلت، لكن هنتكلم على اللي حصل امبارح. حصل ان في مكالمه الساعه 7 جت للاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره وهو موجود في استاد القاهره قبل مباراه المنتخب، وكان المفاد بتاع المكالمه من المستشار مرتضى منصور بخصوص الازمه بتاعه يوم 19/6 والموضوع بتاع ان لو الانديه عندها مشكله او قضايا معلقه مع الكاس او مع الفيفا من المفترض ان خلاص قضي الامر، مش هيتم مشاركتها في اي من البطولتي دوري الابطال او الكونفدراليه، وعشان خاطر انك انت تشارك لازم تقدم ما يفيد انك انت خلاص انهيت كل المشاكل والقضايا المتعلقه، وكان الكلام بيبقى فيه نوع من انواع النرفزه، وبالتالي الاستاذ جمال علام كان الرد بتاعه طيب اهدى ان شاء الله يبقى في حلول ان شاء الله كذا، ويرد عليه المستشار مرتضى منصور وقال له انا كمان هقفل معاك وهكلم هاني، طبعا قصده على هنا بوريده عشان خاطر يشوف حل في الازمه دي. وانت بتتكلم معايا هو انا بعرض الجواب اللي انت بتقول حصلت المكالمة بسببه اهو، الجواب اهو على الشاشة اللي هو جواب الكاف اللي بيقول كمان ان انا مش واثق في الاتحادات، انا عاجة افتش بنفسي، واي نادي صدر ضده حكم نهائي في عام 21 ولم يسوي قضيته بنهاية مارس 22 مع 30/6 الجاري عندما ترسل الأسماء سيحرم من المشاركة وما عرف بالرخصة المحترفين، لن يحصل عليها ولن يشارك إفريقيا. وتسريب الجواب ده يا مصطفى قبل ما نروح للي حصل النهاردة،
متسرب من اتحاد الكورة ومن جمال علام عشان يغسلوا ايديهم من الزمالك ويسلموا الزمالك للإعلام والرأي العام. بالظبط كده يا فندم. والجديد كمان ان حالا من دقايق اتحاد الكوره اخذ قرار فوري بعد النهارده الصبح ما كان مرتضى منصور في المحكمه وكان له تصريحات بعد المحكمه وقال ان فعلا المكالمه اللي كانت بيني وبين احمد دياب دي مكالمه حقيقيه ومش مكالمه مركبه ولا مفبركه، فبالتالي خلاص هو كلي الامر بيقر ان هو اللي ادان وسب الحكام في المداخله الهاتفيه او في المكالمه اللي كانت ما بينه وما بين احمد دياب، وبالتالي اتحاد الكوره اخذ قرار عاجل الان بانه هيرفع دعوه للنائب العام وشكوى للنائب العام بما فعله مرتضى منصور من اهانه للحكام واهانه لبعض الرموز اللي موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم، بالاضافه لبعض الشخصيات اللي موجوده في رابطه الانديه على راسها احمد دياب وبعض الاشخاص الاخرى. فدي كانت مفاجأة بتنهي شهر العسل ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمستشار مرتضى منصور، بالإضافة لإنهاء كمان شهر العسل أو هو كان منتهي ما بين رابطة الأندية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ودي إشارة على الكلمة اللي أنت قلتها إن هو اللي بيحدث في الغرف المغلقة ملوش أي علاقة باللي بيتكتب على السوشيال ميديا، كل الكلام اللي بيتكتب الكلمة بقى الشهيرة بتاعت حضرتك فنكوش، كل اللي هم بيعلنوا عنه وبيعرضوه وبيقولوه كله كلام فنكوش فنكوش ملوش اي علاقه بالحقيقه تماما. لسه من دقايق كان رئيس الزمالك عامل مداخله هاتفيه في احد القنوات التابعه له وكان بيقول لهم انا بقول للجمهور ما تصدقوش ان مهند لاشين راح فيوتشر ما يقدرش ياخد مهند لاشين. في نفس اللحظه كان نائب رئيس نادي فيوتشر الكابتن احمد شوبير بيعلن في جميع القنوات رسميا عن طريق مداخلات هاتفيه بان تم الامر خلاص، تم توقيع العقود، تم اخذ مقدم العقد، تم الاتفاق بإدارة الناديين، طلائع الجيش وفيوتشر بشكل رسمي، واللاعب أصبح موجود في صفوف فيوتشر بداية من الموسم يا سيدي القادم. الفاضل أنت تسمع كلام فقط ولكن الفعل مختلف. نرجع تاني لمكالمة مرتضى منصور وجمال علام اللي هي انفرادي معاك. هل حصل انفعال في المكالمة ولا كانت عبارة عن خوف كبير من مرتضى منصور ان خطاب الكاف اللي وصل ينال من الزمالك ويهرم من المشاركة الإفريقية؟ هو كل الكلام يا فندم مقرر، احنا نادي جماهيري، انا ورايا ظهير جماهيري، احنا نادي كبير، انا واعد الجمهور بتاعي لو انا ما شاركتش في افريقيا انا هتاثر ماديا وهتاثر معنويا، انتوا كده مش بتقفوا جنبي، انتوا كده ما بتساعدونيش. وكان الكلام كله طبعا كان كلام بطريقه اجريسيف وانفعال، والدليل اللي كان الرد الفعل بتاع الاستاذ جمال علام كان كله عباره عن طب اهدى يا استاذ مرتضى، اهدى يا استاذ مرتضى، احنا ان شاء الله هنشوف حل. وكان الرد بتاعه طب انا كمان هكلم هنا بوريده عشان نشوف حل. واضح ان هو ما كانش المعلومة عنده كاملة ان الاتحاد هو اللي هيراقب بنفسه، يعني لو كان عنده المعلومة هو ان الاتحاد هو اللي هيراقب بنفسه عن طريق اللجان بتاعته ما كانش طلب مساعدة. ما هو بص، الكاف اكتشف خلال السنوات الماضية، دي معلومة من مسؤولين من الاتحاد الافريقي، اكتشف ان بعض الاتحادات بتضلل الاتحاد الافريقي، فعشان كده اتفقوا على تشكيل لجنة وارسلوا هذا الخطاب لكل الاتحادات في قاره افريقيا، واللجنه هتمر على كل الاتحادات وهتشوف بعينها اي نادي عليه حكم نهائي لن يشارك. طيب اخدك لحاجه مهمه جدا في هذا الملف، خلينا نقول كمان الخبر الآجل اللي جالنا دلوقتي ان الاتحاد المصري لكره القدم يتقدم ببلاغ رسمي ضد الاستاذ مرتضى منصور، يتهم فيه بسب الحكام خلال مكالمته المسربة مع أحمد دياب، وأرفق الاتحاد المصري لكرة القدم المكالمة المسربة مع الفيديو اللي اتعمل النهاردة لرئيس نادي الزمالك اللي قال فيه إن فعلا المكالمة حقيقية. طبعا ونحن لسنا جهة تحقيق وملناش علاقة، بلاغ للنائب العام من اتحاد الكرة بيتهم الأستاذ مرتضى منصور بسب الحكام، والنائب العام سيتولى الأمور والتحقيقات، وعن نعرف بقى إذا كان الصوت ده صوت الأستاذ مرتضى ولا لا. هذا ليس شغلنا، كل الاحترام للأستاذ مرتضى منصور وكل الاحترام لكل الأطراف، ولسنا جهات تحقيق
والقاضي والجهات الفنية هي التي تفصل في هذه الأمور. ولكن السؤال المهم اللي جاني دلوقتي من الدكتور أحمد عادل، طيب إذا كان ده كلام جمال علام وخطاب التأديبية اللي جاي بتفاصيل حكم المحكمة الرياضية الكاس بيقول إن مفيش قيد، وبيقول لاتحاد الكورة توقف القيد دون الرجوع للفيفا أو الحكم نافذ وعليك تنفيذه دون الرجوع لأي أمر آخر أو للاتحاد الدولي، هل هيكون هناك مجاملة لو اتقيد لاعب في صفوف الزمالك من قبل اتحاد الكرة؟ قبل ما أخذ رد مصطفى عايز أقول لكم على حاجة، لما سألنا المستشار القانوني لسبورتنج لشبونة قال لك سيب اللي يتكلم يتكلم، الغرف المغلقة حاجة وكلام السوشيال ميديا والإعلام حاجة تانية، لما يجوا يأيدوا لاعب ويلاقوا الحكم عقبة قدامهم وقتها هنعرف من الصدق ومن الكذاب. تعليقك وردك على هذا السؤال يا مصطفى. طيب أستاذ عبد الناصر، هو أولا لما الاتحاد الإفريقي بعت الخطاب ده كان في المضمون بتاعه إن الحد الأقصى للموضوع ده أو الرد في القضايا دي أو اشتراكات الأندية يوم 30/6، أم الاتحاد كمان كان في بند زيادة إن يجب إن أنت الاتحادات المحلية ترد علينا على الاتحاد الإفريقي بالمفاد بتاع القصة قبل 14 يوم من يوم 30/6، وبالتالي الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الأندية بأن آخر موعد يوم 19/6 إنك أنت ترد عليا وتجيب لي، ما تردش عليا شفوية، يعني أنت تجيب لي ما يفيد إنك أنت خلصت كل القضايا المتعلقة مع الفيفا أو مع الكاس، وطبعا دي قضايا كتيرة جدا جدا موجودة في الزمالك أعتقد إن هي مش هتتحل، لكن إحنا كنا متعودين دايما إن الأمور دي كانت بتبقى مخفية وما كانتش بتبقى علنية، فمن الواضح ان الاتحاد المرة دي اخد خطوة جريئة جدا ان هو مش هيقف مع نادي الزمالك المرة دي، انت عندك مشاكلك حلها قبل يوم 19 ما حلتهاش، اعتبر نفسك مش موجود، والبديل البديل هيكون نادي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا بدلا من نادي الزمالك. وعلى فكره يا فندم بدا ان كمان بيعد العده ان فيوتشر هيكون من احد الفرق اللي مشاركه في البطولات الافريقيه اللي هي برضه الكونفدراليه، وبالتالي واضح ان هم عندهم لو اتحرم الزمالك بديله بيراميدز خلاص دايركت هيبقى كونفدراليه اسمها فيوتشر بالظبط. انك انت لو اتكلمت على اخر ترتيب بتاع الدور الاول، لو الاهلي فاز في مبارياته هيبقى الاهلي وبيراميدز دوري ابطال، لو وبعد كده هو الزمالك مستبعد فهيبقى فيوتشر وسموحه. حتى الان اتمنى الا يؤذى الزمالك والا يستبعد والا يقف له قيد والا تخصم منه نقاط والا يهبط درجه، انا بنقل خبر وليس لي علاقه، واتمنى الخير لنادي الزمالك وليس بيني وبين اي احد اي خلاف، انا ناقل للخبر باحترام ليس الا. انا بس هضيف لحضرتك نقطه صغيره يا فندم، كان في وانت حضرتك الوقت على اللايف كان احمد شوبير كان عامل مداخله هاتفيه في قناه اون سبورت مع سيف زاهر، واتسال السؤال ده من سيف زاهر واتقال له هل انتوا عندكم النيه انكم تكونوا مستعدين تماما للمشاركه في البطولات الافريقيه، فكان الرد الضحكه الاول كده عريضه من الكابتن احمد شوبير بتدل على الثقه، وبعد كده اضاف الكلام وقال له ان شاء الله فيوتشر موجود في البطولة الكونفدرالية الموسم القادم، والتدعيمات اللي احنا بنعملها دي كلها عشان خاطر ان احنا نلعب في الكونفدرالية، وكان في جلسة جمعاني ما بين علي ماهر وما بين شوبير، يعني كان قاعد مع علي ماهر وما بين عبد الظاهر السقا، وكانوا بيحطوا الترتيبات الاخيره للمشاركه في بطوله الكونفدراليه، فمن الواضح تماما 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 ان خلاص يعني قضي الامر، القضايا كتير ينفع تتحل، بالفعل احنا نتمنى الخير لكل الفرق المصريه، لكن يعني زي ما بنتكلم بالبلدي كده اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، القضايا كتير جدا والديون كتير جدا مش هينفع تتحل ما بين يعني ساعات قليله، انت بتتكلم النهارده احنا 7 في الشهر يعني قدامك 10 ايام او 11 يوم، الامور كلها صعبه جدا، فواضح ان كمان اتحاد الكوره مش هيساعد لانه كان بيساعد بايادي خفيه قبل كده. لا وخلي بالك لا يستطيع خلاص، ما انا بقول لك هيبقى في تفتيش من الكاف، ما هو انت لما ساعدت السنه بص انت لما ساعدت السنه اللي فاتت جت عليك غرامه ماليه، ولولا تدخل هنا بوريده كان منتخبك سيحرم من المشاركه الافريقيه، وهنا بوريدا تدخل بقوه وحول العقوبه لغرامه ماليه لو تفتكر، مش عارف 10,000 دولار ولا 20,000 دولار، فخلاص الموضوع خلص، انت ليك سابق التدليس
يعني من الاخر انا استحي ان اقول ان الكاف ينظر الى الاتحاد المصري لكره القدم انه دلس عليها. وكم حد تفهمني غلط، ليس في الزمالك فقط، كان الزمالك والمصري بس، كان الناس تحسن. برافو على حضرتك، هو الناس فعلا تفكر. كلام مظبوط جدا. لحسن الناس تفكر ان انا بقول كده ضد الزمالك، لا، اتحاد الكرة دلس وبعت معلومات غلط ان المصري كان وقتها عنده 12 مشكلة قضائية في مستحقات نهائية باحكام نهائية للاعبين، قال لك المصري ما عليهوش حاجة والزمالك ما عليهوش حاجة، واكتشفوا بعد كده ان المصري كان عليه احكام والزمالك كان عنده احكام. بالظبط يا فندم، الكلام مظبوط جدا. اشكرك شكرا جزيلا صديقي مصطفى. ربنا يخليك يا فندم، وكن سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك. شكرا جزيلا.